نجحت حملة مكبرة بمركز مشتول السوق بالشرقية في إزالة 55 مقبرة أقامها بعض المواطنين بغرض بيعها على أرض مخصصة لهيئة الأبنية التعليمية. وفي ذات السياق شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار حملات إزالة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ عليها باعتبارها أمنا قوميا وغذائيا للمواطنين.